بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وقاية الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في كمان النهاردة ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين ومرسى علم. كمان هتظهر السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وده هيساعد على تلطيف الأجواء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. بالفعل طبعا احنا يعني الوقت ده بقى لنا فتره ان الجو معتدل وفي نسمه الصيف الحلوه، لكن كمان في ارتفاع في نسب الرطوبه. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس. بالفعل يمكن احنا فتره الصباح الباكر وفترات المساء بنحس بالاجواء لطيفه جدا واجواء صيفيه معتدله تماما في معظم محافظات الجمهوريه، لكن بنيجي بفتره الظهيره مع هدوء سرعات الرياح وزياده فترات سطوع اشعه الشمس بنحس ان في ارتفاع في درجات الحراره، لكن الحمد لله قيم درجات حراره تعتبر اقل من المعدلات الطبيعيه لها في هذا الوقت من العام. العظمى على القاهره الكبرى 33 درجه مئويه في الظل، مع وجود نسب رطوبه في الجو وخاصة فترة الظهيرة بنحسها لو تكون 35 أو 36 درجة مئوية، فبالتالي فترة النهار وخاصة فترة الظهيرة بنحس بالأجواء الحارة الرطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ده فترات النهار. لما بنيجي ندخل على فترات الليل طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة مع غياب أشعة الشمس، وبالتالي بنحس بالأجواء الصيفية المعتدلة تماما في معظم محافظات الجمهورية، خاصة كمان في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لأن كمان بيبقى في نشاط نسبي للرياح في معظم المحافظات فترات المساء وساعات الليل يقلل إحساسنا بنسب رطوبة ويساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء. صحيح. كمان نشاط الرياح اللي هيكون موجود هيكون بشكل كبير موجود على خليج السويس، فده بدوره هيؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس. ارتفاع الأمواج هيكون ما بين 2.5 إلى 3 متر، ويعتبر منطقة خليج السويس غير مؤهلة تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، لكن البحر الأحمر والبحر المتوسط مؤهلين تماما نقدر نستمتع بالأجواء مفيش أي مشاكل. فرص الأمطار مستمرة معانا اليوم أيضا على بعض المناطق من جنوب سيناء، وهي أمطار ما بين الخفيفة ممكن تكون متوسطة أحيانا في بعض الأماكن من جنوب سيناء زي سانت كاترين ودهب وطابة، تمتد أيضا الأمطار خفيفة ورعدية لبعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر زي حلايب وشلاتين مرسى علم راس بناس، المناطق الموجودة في جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. لكن في مجملها إن شاء الله مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، يعني الأمطار مش هتأثر على أي أعمال أنشطة يومية إن شاء الله. كمان الشبوره المائيه لسه موجوده معانا فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر طبعا على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر. يمكن معظم الظواهر الجويه موجوده معانا، والملاحه البحريه كمان كنت عايزه اسال حضرتك عليها على حاله البحار. هو طبعا حاله البحر المتوسط ارتفاع الامواج لا يتجاوز 2 متر معتدل تماما، يعني نقدر نستمتع بالاجواء ومؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. البحر الاحمر ايضا يعني ارتفاع الامواج ما بين 1.5 ل 2.5 متر مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، لكن هنخلي بالنا من منطقه خليج السويس، لان منطقه خليج السويس شمال البحر الاحمر المنطقه دي بيكون فيها ارتفاع امواج بيوصل ل 3 متر، فدي المنطقه بس اللي هتكون غير مؤهله لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. أنا بشكر حضرتك طبعا على المتابعة اليومية معانا دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. خلونا نتابع معاكم دلوقتي درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 33، الصغرى 25، عاصمة إدارية 33 25، إسكندرية 32 24، العلمين الجديدة 31 24، مطروح 32 24، دمياط 31 25، بورسعيد 31 25، إسماعيلية 35 22، السويس 35 23، العريش 31 24، كاترين 35 18، طابة 36 25، حلايب 37 29، شلاتين 42 31، شرم الشيخ 40 30، الغردقة 39 29، الفيوم 36 25،
بني سويف 36-24، الوادي الجديد 42-25، الأسيوط 38-24، سوهاج 41-26، قنا 44-27، الأقصر 45-28، وأخيرا أسوان 45-29. مستمرين معاكم في إن درجات الحرارة معتدلة على معظم من أنحاء الجمهورية، مع كمان نسمة صيف جميلة كده، والأجواء بالليل بتكون معتدلة ورطبة وصيفية. هرجع مرة تانية لشاذلي ومنى علشان نكمل معاكم فقرة صباحية مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك.